أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي في الله، أريد أن أقول لكم بأنه أنا هو المهدي المنتظر، والدليل على هذا الاسم في كتاب الله القرآن الكريم، في كثير من الآيات القرآنية، من سورة البقرة إلى آخر الكتاب. مثلا وأنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آية أخرى في سورة الأعراف، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكثير من آيات أخرى. وهذا الأمر ليس مخفيا، يعلمه كثير من الناس، منهم أولا علماؤنا المسلمون وغير المسلمون، لأنه ظهر هذا الشخص منذ 2015. وقلت للناس في المسجد في يوم الجمعة بأن أنا هو المهدي المنتظر، واتصل المقدم بالقائد وأخذوني إلى المستشفى الأمراض النفسية، وحينها وضعوا لي آلة في ذلك المستشفى ببني ملال، وضعوا لي آلة على مستوى العنق بالداخل، ولازالت تلك الآلة في حنجرتي، ولازالوا يراقبونني كأني إرهابي. كما قلت لكم، هذا الأمر ليس مخفيا، فهو يروج الكلام عليه في المواقع الاجتماعية والقنوات التلفازية، مثل قناة الحداث وقناة الجزيرة وقناة العالم إخباريا وعديد من القنوات الأخرى. وأرادوا قتلي وحاولوا ذلك عدة مرات بإعطاء السم. أولا وحاولوا أن يغتلوني في الطريق بين تسليت وبحرزن في بجانب روضة أمغزد في مكان مظلم، وطرقت أبواب بعض الإدارات في الجماعة والإقليم والعاصمة، ولا أجد إلا الاستهزاء. ولا زلت أبحث كما أسمع بأن دولتنا المغربية دولة الحق والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.